كل اللي انا عمال اعمله ده عباره عن اكسبيرمنتس. انا على فكره ده مش في الكور بتاع الورشه، بس انا حابب ان احنا نجرب مع بعض حاجات كتير، عشان انت لما تيجي تطبق الورشه ممكن تطبقها بشكل مختلف تماما عننا. زي على سبيل المثال، انا لو جيت اعمل سيميوليت كده وهوقف سيميوليشن عند حته معينه هنا، تمام؟ لو انت جيت تعمل كده هيسيميوليت فريم كمان. انا فريم كمان ده يكفيني قوي. بص كده بقى انا هعمل ايه، انا هاخد الاوبجكت ده واحطه هنا، تمام، وهرست وهسيميوليت تاني. هتعرف انا بضحك ليه. حد عارف انا بضحك ليه؟ لان انت ممكن تتحكم في طريقه الحركه. العربيه اتقلبت، تمام، فانت عايز تقلبها بشكل معين في اتجاه معين بطريقه معينه، خليك ناصح وانت بتحط الحاجات دي، تمام. اهو كده العربيه طلعت، بالشكل ده عايز العربية ما تزحفش المسافة دي. روح على البادي بتاع العربية، خلاص مش كده؟ لا مش البادي. مين اللي كان متحكم في البادي؟ لو رحنا هنا كده ورحنا للتوي كار هقول له طلع لي التوي كار، لو نفتكر كان ده. ولو نفتكر برضو ان انا قلت لكم ان لو انا هخلي العربية تتقلب هيبقى في كلام تاني، خلاص. اي نعم انا خالفت كلامي، بس جاست فور فان. لو هخلي العربيه تقلب ببساطه انا ممكن امسك الكيوب ده واعمل فيه اكسترودات بحيث اخليه يعني هي كل الفكره انك انت بتعمل زي درع كده حوالين العربيه بحيث هو يستقبل الديناميك. لان خلي بالك لو في ارض، انت تلاقي كل ده غطسان جوه الارض لان هو هيقابل ده. فانت هنا هتضطر تموديل الكيوب ده قريب من جسم العربيه، مش تمودل تمودل، لا بس تظبط النقط مش اكتر، تمام. فعموما لو انت عملت حاجه زي كده هتجيب الكيوب ده وتيجي هنا على الاستاتيك فريكشن هتخلي مثلا 0.75 والديناميك 0.75 مثلا، بحيث ما يبقاش الاحتكاك قوي قوي بالارض، تمام. طبعا دي الديليتد فورس، هقول له ريموف. ولو جينا خدنا تاني التوي كار ورايت كليك وقلت له هايد سيلكشن وجينا نجرب مره تانية هلاقي احتكاك العربيه بالارض بقى قليل، مش اكيوريت قوي لان طبعا زي ما قلت احنا عاملين رف شيب حوالين العربيه. بس تاني فريكشن اثر حاجه زي دي، احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه قوي. رايت كليك واقول له شو انتراك فيو عشان اروح في الانيميشن، و هعمل فريم للكيز زي ما احنا شايفين. احنا طالعين من 0 ل 500، بس الويند طالعه تدريجي. افرض انت عايز الويند طخ على طول، خد كل خد الاثنين دول وقوم رايح هنا على لينير تنجنت واعملهم لينير. اما دي انت ممكن تخلي الويند بقى تنزل تدريج يعني كده خلاص. هنا هي طالعه ل 500، تمام، من 0 ل 500 خلي دي مثلا ل 800 بحيث الويند تقوم خبطه، ودي دي برضه هخليها لينير تنجن بحيث الويند تقوم خبط العربيه خبطه جامده قوي. هطيرها هنشوف. ما وقعتش. هنروح لتوي كار وهسلكت البادي وهاجي هنا هقول له الدايناميك فريكشن خليه قليل،
نرست نجرب. كمان 1.6 الباوند سنس. العربية مش هتنط قوي كده، وده خليه 0.5 زي ما هو، ان هو سنسيتيف سنسيتيف شوية. والاستاتيك هرفعه عشان العربية ما تسحفش قوي يعني، بدرجة مبالغ فيها ان شاء الله. لازم باوند سنس عشان العربية تنط، بس الفريكشن عالي فافتكر انها مش هتسحف. حلوة الحادثة دي، بعد الشر عليكم طبعا. هقول له توي ورايت كليك وهم قايل له هايد سيليكشن. مش عارف اعمل ايه تاني، بس احنا عملنا كتير قوي. لو انا رحت للبادي، اولا احنا لمين البادي كله في حاجة واحدة، تمام. وزي ما قلت انا لغايه كده ما اتكلمتش في الوركشوب، بس تعالوا بقى الاول نظبط الدنيا بتاعتنا. ومبدئيا انا فعلا انا مش محتاج ده في حاجه اصلا، هو كان بس جاست فور فان. العربيه بتاعتنا هتجري وهتعدي من الكاميرا ومتشكرين على كده. كل اللي انا هعمله ان انا هسلكت الجرافلز وكنترول وسلكت الجراوند فراج وكنترول و الهيرو كار، لا الليفت، وبعد كده البيفمنت روكس، بعد كده البيفمنت فلور، بعد كده الرايت والفراجمنتس. كده احنا دنيتنا تمام. وكل ده هقوم جاي محركه، هشيل بس السنابينج وكل ده واقوم جاي محركه لقدام. امسك بس محور وازق كل ده لقدام، يكون حتى بعد العربية بتاعتي تمام. الست ده انا هعمله اول جيو اول جي تمام كده. انا اقدر ان انا اجرب السيميوليشن بتاعي. شيفت اف وهروح هنا علشان اظبط الاعدادات. انا دايما بحب اعملها هاف اتش دي عشان اللي بيسال على ليه انا بعمل ده. وهعمل كنترول سي عشان اجيب كاميرا. الكاميرا انا عايز وايد عشان السين عندي ضيقه شويه، فانا عايز اديها وسع. فانا هروح هنا للاف او في اللي هو فيلد اوف فيو وهكبره. كل ما بتكبر في ماكس ماشي بالعكس، كل ما بتكبر في ماكس كده كل ما الفيلد اوف فيو بيزيد، وانت بس هتزق الكاميرا بتاعك لجوه كده وهنظبطها تمام بالشكل ده. تمام، لو جينا عملنا حاجة مهمة بقى، ده كده احنا عملنا له سكيل صح، غيرنا فيه مظبوط. هنزل تحت واقول له ريجنريت سيلكتد
اوب اوب وقعت ورا. تمام. جميل جميل جميل. طيب احنا كده نقدر بقى نشتغل. اه نقدر نشتغل. تمام. نقدر نبطئ الويند دي لو احنا عايزين شوية، لان كده احنا خلاص احنا كنا عايزين بس ان احنا نظبطها عشان حاجة معينة. ماشي. هي هنا 800 كتير قوي، خلي مثلا 350، وهنا تفضل 350. نجرب، ويمكن انا عايز اخليها من بدري شوية. جميل. افتكر الانيميشن بتاعي مش هيبقى اكتر من كده. حلو. خلصنا كده السيت اب بتاعنا بتاع العربيه. ممكن نعمل الانيميشن بتاع الكاميرا دلوقتي، او ممكن نستنى لما نظبط الدنيا ونعمله في الاخر. وده اللي انا اللي انا بفضله بصراحه، ان احنا نستنى، لان ممكن نغير راينا بمنتهى السهوله. تمام. فانا عايز استنى شويه، لان ممكن اعمل كاميرا جايه كده مثلا، وده اللي هيبقى في الغالب هعمل حركه زي دي، او ممكن اعمل كاميرا جايه قطعة الانيميشن كده. فيعني في كذا حاجه في دماغي. في بقى نقطه مهمه قوي، ان انا عايز استورد العربيات اللي انا هحطها على جناب الطريق، لان العربيات دي انا هعمل من الاخر كده، انا هعمل العربيه دي تجري، وفي حاجه بتخلي الارض تطلع وراها، والعربيات دي بتتشال من مكانها، تتخبط في الوول دي وتنزل، يعني سين ظريفه كده. فانا عشان اعمل الموضوع ده لازم اجهز العربيات او البروكسيز. العربيات دي هتبقى مجرد موديلز بس محطوطه كده، مش هيتم عليها اي داينامكس ولا هيتم عليها اي حاجه. بس علشان اعمل دي هجهزهم في ملف ماكس منفصل، وابدا استوردهم هنا كلهم مره واحده، بدل ما اقعد امسك عربيه وافضل طالع نازل في السين بتاعتي وازحم السين بتاعتي على الفاضي. فانا هكنترول اس ده. وفي نقطه مهمه قوي، علشان لو ملف الماكس بقى فيه اوبجكتس كتير، حجمه بيكبر، ايروراته بتكبر، كراشاته بتزيد، ممكن ياخد منك، يستهلك منك رام هي اصلا مش عندك. تمام. واحنا ممكن نقلل عن كده، فاحنا ممكن نروح لكاستمايز بريفرنسز. من بريفرنسز هتروح لفايل، هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها كومبريس اون سيف. هي دي كومبريس اون سيف. هي دي كومبريس اون سيف دي، يعني علم عليها، لان لما بيجي يقفل الفايل بيعمل له ضغط او بيضغطه، فالحجم بتاعه بيقل بمرأة. انا يعني مره كان جيجا 600، بالحركه دي 352، انا فاكر الرقم بالظبط. فحركه ضروريه جدا اللي هي كومبريس اون سيف، وهم جاي عامل اوكي، بس مش اكتر من كده. نجهز بقى الفايل ده ازاي. قبل ما نجهز الفايل، انا كده رسيت على الحركه. تمام. مش هعدل في حاجه. هنعمل ايه؟ هروح كده ليه التوي كار، وهم قايل له اوبن. تمام. هنا بيقول لي ان في ميكسشر، في ميكس معمول له سيلكت، فانا اكيد انا عامل سيلكت لحاجه ما هياش تبعه. ماشي. انا هجيب له كلهم اهم 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 كل دول.
تمام، وكل اللي انا هعمله ان انا هعمل بيك للحركه. بس البيك مش هيبقى بقى 600 فريم، افتكر ان احنا مش هنكمل 200 فريم على بعض خلاص. فنعمل بيك ازاي؟ هنيجي هنا وهنروح لتولز، هقول له بيك اول. لو جيت عملت بيك افتكر ان احنا ما عندناش اي حاجه هنا تاني، هقوم قايل له بيك اول. بيك بيعمل ايه؟ بيحول الحركه اللي انت عملتها دي لمين؟ لحركة عادية جدا في ماكس. يبقى انا مش عايز ده خالص، بمجرد ان انا اعمل بلاي الحركة بتاعي اشتغل. تمام، شيل بقى الايسوليشن، ناخد توي كار مش هحتاجها دلوقتي، هقول مقايل له هايت سيلكشن. بس كده العربية بتاعتي واخدة الحركة كأنها حركة عادية جدا من ماكس. بلاي، بس طبعا خلي بالك ممكن تعدل، ممكن نرجع للديناميك. عشان كده ما شلتش الديناميك موديفاير، انا كنت ممكن اشيله وملوش لازمه دلوقتي. بس صفر انت حبيت تعمل ان بيك وترجع تصلح حاجه فتعمل بيك تاني، هتبقى مشكله. فانت ما تشيلوش الا ما تشيلوش خالص، هو مالو كده كده ما بيعملش اي هيدك ولا هيعمل لك وجع دماغ وانت شغال. نحضر العربيات بتاعتنا، ثواني بس يعمل سيف. هي تحضير عربية زي ألف، هنروح كده وهقول له نيو سين، وهقوم قايل له ريسيت. يس يس تمام، انا كده كده مسيف التاني. في الغالب العربيات اللي عندي كلها يفضل والله لو تجيب المودلز بتاعت ايفر موشن عاليه. فانت ممكن حاجه زي كده بقى، هات اي مودلز من عند عندك كاد ناف، وفي هو احسنهم كاد ناف، وفي ارشيف 3 دي، وفي تي اف من فادي، تي اف 3 دي ام برضو عليهم، ام من محمد عليهم شويه حاجات ظريفه يعني. في ستادي، وهروح مودلز طيب خليني في ده، والله ما عارف اشكال العربيات دي ايه اصلا. حلوه الفان دي، اوبن، خد كل دول. مش عايز اصدمكم يعني، احنا هناخد، شفتوا دي كلها كده تمام، وزي ما هي يعني. انا مش هعمل ولا الهوا ولا حتى هكليك في حته تانية، هي زي ما هي كده. وهقوم جاي رايح لري فاير، اوبن فلوتر، تولز، اتاتش. بصوا تحت هو بيأتاتش 84 اوبجكت. تخيل بقى لو ما تعرفش انت حته اتاتش دي، اركن جنبه بقى. هروح هنا واقوم جاي رايح، طبعا مش اركن اقصد يعني، انت هتعملهم بالايد تمام، حاجه بالشكل ده كده. وهدي، تعالى للي وراه، امبورت ميرج 9، لا 9 دي اللي احنا شغالين عليها، 8. انا عمال اخد، خلي بالكم مين اللو بولي ده، اهي ما يعلم بقى الا ربنا يعني. حتى كل دول هيقول ان في اسامي متشابهه، لا مفيش صح، ده احنا عملنا التاتش، لا في اوتور نيم. والله زي ما انت ما هتحرك، هقوم رايح كده فاير، تولز، اتاتش سيلكتد. تمام، امبورت ميرج 7. دي حاجه غلط، لا دي عاليه قوي الموديل ده، لانها هتبقى باينه قوي. اه ممكن دي، اوكي
دي 67 اقل منهم، تاني كان 84. هيراركي افكت بيفوت، وهنجيب دي هنا. انا ابتكر كفايه قوي قوي الكام واحده دول، هسلكت كل دول. دول انا عايز اعمل لهم يعني، المفروض ان انا لو عملت كده هعمل سكيل بالشكل ده كده، افتكر مش هيبقى سكيل اصغر من كده يعني، ما افتكرش. تمام، دي هسميها فان، ودي هسميها المازدا، ودي هسميها الاودي. تمام، وكنترول اس كارز سايت بيفمنت. ارجع بقى تاني للفايل اللي انا كنت شغال عليه. missing external، ما علينا، انا كده كده مش هستخدم تيكتشرز اصلا. تمام، وهروح هنا واقوم قايل له import merge، وهاخد من اللي انا كنت شغال عليهم اللي هم cars pavement، هاخد التلاته واقوم قايل له اوكي. تمام، افتكر السكيل السكيل جاي كويس، مش كويس قوي بس يعني ناخد بقى عربيه كنترول A طبعا، واتاكد ان انا حاطط الكلر للكل، وفي ديسبلاي هقول له اوبجكت كلر، مش عايز التكتشر كلر. هاجي هنا واخد العربيه دي كده و واخدها في الجنب فوق. كل الحاجات دي ان شاء الله هتبقى انكلودد مع الفايل باذن الله. وهاخد دي عشان بقى ما اقعدش اوجع دماغي، هعمل لها الاينمنت على طول مع العربيه دي، بيفت تو بيفت او سنتر تو سنتر مش هتفرق، زد اكس واي، وبرده للاورينتيشن عشان ما اقعدش كل شويه يعني ايه احط بقى اتاكد ان هي على الارض ولا مش على الارض، والحاجات اللي فيها وش واضح ان هي مش على الارض اصلا لان في فرق في السكيل اكيد، فانا هرفع كده وده شيء كويس. تمام، هاجي لا مش دي، هاجي هنا واقوم واخد دي برضو هالاين مع دي اكيد اكيد يعني اكيد طبعا ميكروباص، فلازم تبقى هنا كده. وطلعها كده شوية. كده احنا جهزنا الموقف قصدي السين بتاعتنا. تمام، وجاهزين بقى ان احنا نبدا نشتغل في الدايناميك سيميوليشن من المحاضره اللي جايه.